الحديث عن طرفة حديث ذو شجون كما تقول العرب. لكن دعونا نبدأ من مقولة حقيقة أعجبتني لأستاذنا جميعا الدكتور عبد الله الغذامي في ملتقى عن طرفة في البحرين. ألقى الدكتور الغذامي كلمة بعنوان الشاعر بوصفه حكاية، وأضاف حكاية ثقافية. العنوان كان بوصفه حكاية، لكن داخل المقال قال بوصفه حكاية، الشاعر بوصفه حكاية ثقافية. وحكاية ثقافية تعني أنها ليست حكاية للمتعة والتسلية، وإنما بوصفها حكاية يعني أن هناك جزءا منها واقعيا، وهناك جزء آخر متخيل. صحيح. وهذا أعتقد لا ينطبق فقط على طرفة، وإنما ينطبق على جميع الشعراء العصر ما قبل الإسلام. صحيح. تقريبا. صحيح. لكن بما أنا أتحدث عن طرفة في هذه الجلسة، طرفة نعرف جميعا أنه في عصر ما قبل الإسلام كان هناك حربان مشؤومتان، حرب البسوس وحرب داحس والغبراء. في فترة الاستراحة بين هاتين الحربين ولد طرفة، فولد في فترة تعتبر فترة سلام، عادة حركة التجارة، عادة الحركة الشعرية أيضا إلى المجتمع. ومن أهم شعراء تلك الفترة المرقشان. صحيح. المرقش الأكبر والمرقش الأصغر، المثقب العبدي وهم من عبد القيس. صحيح. جميعهم كلهم أقرباء له، متلمس. جميعهم أقرباء له، خاله المتلمس. وخاله المتلمس. صحيح. أحسنت. فمن هؤلاء ولد طرف شاعرا متأثرا بهؤلاء. هذا الرحم الهادئ تقريبا، الهادئ بين صخبين. نعم. أعتقد أن أهم ما اشتهر به لدى عامة الناس هو فكرة ظلم الأقارب. صحيح. عندما يقول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. صحيح. ولكن لدى النخبة، وربما توافقونني هذا الرأي، اشتهر لدى النخبة بأنه فيلسوف الوجودية. صحيح. نظرا للفلسفة الجميلة التي تجلت في معلقته على وجه التحديد، وفي ثلاثة أبيات مشهورة جدا التي يتحدث من خلالها عن رغبات الثلاث، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى. نعم. وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبقي العاذلات، بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد القضى نبهته المتوردي. وأخطر بيت وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي.